دكتور لميس، بقى احنا قاعدين بنتكلم على حياة كريمة ومشروع كبير جدا هو نتاج حقيقي ل 30/6. حياة كريمة جواها مش مبادرة ولا مبادرات، ايه اللي جوه حياة كريمة؟ حياة كريمة من الاول احنا قلنا ان احنا هنستهدف كل الجوانب التطوير في حياة المواطن المصري، بس احنا ما بنطورش حجر بس، احنا كمان محتاجين نطور بشر، ودي بتكون اصعب مرحلة احنا بنعدي بيها. رعينا في كل مبادرة بتطلقها حياة كريمة انها تكون بتستهدف عجز او سد عجز موجود الناس في حاجة ماسة ليه. اول مبادرة اللي بدأت في حياة كريمة خالص كانت مبادرة رد الجميل واحد، وطلع منها 3 تدفقات، 1 و2 و3، ودي كانت وقت جائحة كورونا وكان وقت السيول. بعد ما بدأنا ان يبقى فيه لا هتكروتيني ليه؟ رد الجميل اللي هي كانت ايه بقى؟ كانت عبارة عن كراتين مواد غذائية. حلو. ودخلنا بعديها بإعمار للمنازل اللي كانت هدمت من السيول. عظيم جدا. دي رد الجميل 1 و2 و3. بعدينا كان لما بدأنا المؤسسة وبدأنا شغل المؤسسة كان عندنا مبادرات تانية، عندنا مبادرة بالوعي مصر بتتطور، دي الهدف منها انها هنطور الأسرة، استهدفت 15,000 أسرة، فيها دعمنا بقروض للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، فهمنا ودينا دورات توعية عن الزواج المبكر وختان الإناث وإزاي المرأة تكون قادرة على ان هي تدير حياتها في ظل الافكار الغريبه شويه بالنسبه للمجتمع او المتداوله هناك، ان الغير صحيه، الافكار الغريبه الغير صحيه اللي ما زال الناس برضو بتعتنقها في الزواج المبكر وكثره الانجاب. فهمناهم يعني ايه ان كل ان معدلات الزياده السنويه اللي احنا فيها دي هتوصلنا في مرحله ان البلد ممكن تنهار، وده كان محتاج جانب توعوي كبير جدا بالذات للطبقات اللي احنا بنتعامل معاها. الدور والعبء الأكبر كان بيبقى طبعا على السيدات، لأن زي ما احنا عارفين ان فكرة الإنجاب الكثير ده بتكون نبع من الأمومة أكتر، وفكرة برضو ثقافة ان لا يكون عندي عزوة. فكنا بنحاول نوضح لا ان الزواج المبكر مش هو أفضل حاجة، الأفضل الزواج في وقت يكون مناسب للطرفين. كنا حابين نوضح برضو إن عدد الأطفال، ان العزوة مش في عدد، ان المنتج نفسه وجودته تكون على خير ما يرام. يعني مش هبقى مبسوط ان انا يكون عندي 6 أو 7 أو 10 كلهم بيبقوا مستويات متدنيه او في الاخر انا بشحت عليهم، بس لما ربي 1 أو 2 تربيه نظيفه وتربيه كويسه وحياه كريمه صح، ده هيكون افضل كتير وهيطلع لي هو ده المنتج اللي انا محتاجه، هو ده المواطن المصري اللي انا محتاجه. مش عايز عدد اكتر ما انا عايز كيفيه كويسه. طبعا اخلف واحد واطلعه احسن واحد في الدنيا بدل ما اخلف 6 و7 مش عارف اصرف عليهم ازاي وانزلهم يشتغلوا عندهم 7 و8 سنين بالزبط. وتبقى حاله ماساويه يعني.